العادي والطبيعي أنه يوم الزفاف من أسعد أيام العريس والعروسة، بس هذه القاعدة يبدو مو عند الكل بتزبط، خصوصا في عريس صيني تحول فرحه لكابوس. فخلال الزفة هو وعروسته ظهر فجأة 12 فتاة رافعين لافتة بالأحمر وسكتين ما بيتكلموا حرف، لكن رغم كل هذا الشيء قلبوا الفرح فوق تحت. الفتيات هذول اتضح أنهم حبيبات العريس السابقات، واللافتة كان مكتوب عليها نحن عاشقات شين سونغ السابقات واليوم سوف ندمرك. 发表宣言，令到新郎新娘即刻喊面，场面非常尴尬。呢段影片喺网上疯传，就自称系新郎嘅表姐，就表示个。بعد المشهد الرهيب هذا اعترف العريس بأنه تصرف بشكل سيء مع بعض صديقاته السابقات في الماضي وجرح كثير بنات، بس قال أنه الآن نضج وتغير واعتذر عن تصرفاته السابقة، وقال أنه عروسته وعائلته رافضين يتكلموا معاه قبل ما يعطيهم تفسير لمشهد الزفاف الغريب. يعني صراحة معهم حق، يعني فوق الفضيحة كمان. يعني المهم الرجال صار في ورطة كمان رغم البهدلة العلنية هذه، لكن منصات التواصل الصينية صراحة ما تعاطفوا أبدا مع العريس ولا حتى شوية. يعني